عتوكا وجول، جول لمنتخب بلجيكا عن طريق اللاعب ميرتنز الذي دخل في الشوط الثاني، يسجل في الدقيقة 89، يسجل في الدقيقة 89 ميرتنز في ظل النقص العددي لمنتخب تونس. كنت سأتحدث عن عتوكا وعن تحكمه في منطقة الجزاء وتعليماته التي يسمعها وتسمعها كل الجماهير حينما يبدأ بإسداء تعليماته إلى المدافعين، وفي هذه اللقطة مدافعي المنتخب التونسي سرعة اللاعب ميرتنز.